ومن أحلى الحاجات الصحية اللي ممكن نجربها، محدش بيختلف عليها، هضم صحي، شعور بالشبع وقت طويل، مليان ألياف ومعادن، مفيد جدا جدا للعظام، طعمه بيجيب سعادة، يعني مش عارفة أقول لكم قد إيه، غير إن هو كمان متوفر وأرخص من أي أنواع دقيق. وصفة النهاردة كمان من غير بيكنج باودر أو بيكنج صودا أو خميرة، وكمان بعجينة سايلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بديل للخبز أحلى من الخبز، رائع جدا جدا جدا، وللهضم بقى ممتاز. عندي هنا شوية من الكمون الحب، حطيت عليه مية مغلية وهسيبه شوية، نص كوباية بس من المية، خلينا نغطيه علشان كل الزيوت اللي في الكمون تطلع دلوقتي. هنستعمل ايه بقى النهاردة؟ ايه هو البطل؟ البطل بتاع حلقة النهاردة هو دقيق الشعير. دقيق الشعير استعملناه من فيديوهين تلاتة كده، وكلكم كتبتولي ايوه يا سلوى عايزين وصفات كتير بيه، مشبع جدا، مليان الياف، هكتب لكم فوائد كتير جدا جدا ليه اخر الفيديو. خلينا نحط نص كوبايه من دقيق الشعير والملح ونص معلقه صغيره من زيت الزيتون ونقلب. الناس اللي سالتني دقيق الشعير بنجيبه منين، بنجيبه من مطحنه او من العطار. انا بشتريه من مطحنه كده، بيكون قدامي لسه حبوب وبيطحنها قدامي، وكمان نقدر ان احنا نطحنه في البيت، ولكن بيحتاج حبوب الشعير بتحتاج ليه تتحمص شويه والمطحنه تكون قويه. طيب بعد كده حطيت عليه النص كوبايه اللي انا كنت عامله فيها الكمون ونقلب ونسيب الخليط ده بس ايه دقيقتين كده بس لحد ما يبرد، مش عايزاه سخن يعني دلوقتي. بصوا الكثافه بتاعته بتكون عامله ازاي، طبعا نقدر نضاعف الكميه زي ما احنا حابين. انا النهارده بعمل بس نص كوبايه من دقيق الشعير. طيب تعالوا نحطها على جنب ونجيب بيضه بدرجه حراره الغرفه، ودايما نحط البيضه في طبق لوحدها، ونحط عليها نص معلقه صغيره من خل التفاح او الخل العادي ونقلب البيضه. وتعالوا نحط البيضه على الخليط الاولاني، خلاص اتاكدت ان هو بارد وخلاص كده يا سلوى. ايوه خلاص، وصفه ولا اسهل من كده، ولا خلاط ولا مضرب ولا اي مجهود خالص. يعني لو بتفرجي عليا دلوقتي وعايزه تاكليه دلوقتي هينفع تاكليه، صبح ظهر ليل بقى، يعني الموضوع بقى مش يعني مفيهوش اي مجهود خالص، وكاننا مثلا داخلين نعمل ساندوتش في المطبخ، سهل جدا جدا جدا، ومفيش احتمال للفشل، يعني مفيش حد هيطلع عنده حلو والتاني مش هيطلع حلو، لا كله ان شاء الله هينجح معانا. طيب قلبنا. التسوية ممكن يكون عن طريق حاجتين، لا اما على عين البوتاجاز او في الفرن. انا النهارده هسويه على عين البوتاجاز عشان مش كل وقت هنسخن الفرن. جبت عندي هنا طاسة جريل او اي صينية تكون يفضل ان هي تكون يعني غير لاصقة، وندهنها برضو دهنة خفيفة من اي مادة دهنية، وننزل الخليط السائل ده. هنخلي بالنا ان الصينية مش سخنة والخليط نازل على البارد، لاني عايزة اشكله زي ما انا عايزة، هفرده كده لان هيديني واحد كبير ما شاء الله. نحاول بس لو في اي حاجة كده نفرده كويس، يعني كفاية قوي كده حجمه حلو. ويلا نروح على عين البوتاجاز اللي هي تكون عالية، خليني بس نحط اي نكهة لو احنا حابين. انا دايما دايما انتوا عارفين الموضوع ده من زمان، بحب جدا حبة البركة جدا 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 مع الخبز، الريحة اصلا ريحة الخبز مع حبة البركة بتجوعني، يعني بجد من الحاجات اللي بتخليني مبسوطة. طيب حطيته على عين عالية شوية او وسط يعني، ويخليه ياخد تقريبا كده 4 دقايق او 3 دقايق، طبعا على حسب سمك برضو الطاسة اللي احنا بنعمل فيها. بعد كده لما اتأكد ان هو خد لون من حلو من تحت واستوى، هنقلبه على الناحية التانية. تقلب معانا بسهولة جدا، بس برضو نخلي بالنا، انا حابة كطعم زيادة ازود زيت زيتون نص معلقة صغيرة كمان. احنا حطينا جوه الوصفة نص معلقة صغيرة، ودلوقتي بدهن كده على الوش علشان يديني طعم كده اغنى من الخبز، يعني عارفين لا كاني باكل فطير حلو جدا جدا جدا، مشبع ولذيذ جدا. طيب خلينا نسيبه شويه كمان عشان ياخد برضو السوا بتاعه من على الناحيه التانيه، يبقى خد من على الناحيتين.
يعني تقريبا 7 8 دقايق وبس كده. هو ده، في حاجة أروع من كده ولا الريحة بقى في المطبخ؟ مش عارفة أقولكو قد إيه جميل فعلا. أنا بقى بحبه إزاي؟ طبعا نقدر نحط بقى، عايزين ناكله مع دجاج، عايزين ناكله مع لحمة مفرومة، عايزين ناكله مع طعمية أو فلافل. أنا بحب اللبنة، معروف عني إن أنا بحب، يعني لو هعمل خبز علشان آكل لبنة، يعني نقطة ضعفي هي اللبنة، فأنا بجيب دايما كده معلقة لبنة كده حلوة، معاها بقى أي خضار بحبه، ودايما كمان بحب الزيتون، الزيتون الأخضر أو الزيتون على حسب بقى ما أنتوا بتحبوا. المهم إن هي بتكون شهية جدا بالنسبة لي بالطريقة دي، بس أكيد كل واحد ليه حاجة بيحبها مع الخبز. يعني في ناس ممكن تحب مثلا الفول، أو ايه تاني ممكن يتاكل مع الخبز، انا ناسية صراحة، لكن كل واحد بقى ممكن ياكله بطريقته. المهم اللي عندنا خبز، الخبز ده بيكفي 2 على فكرة، يعني من نص كوباية من كوجبة، يعني بيكفي 2 كوجبة، 2 هياكلوا مع بعض. طبعا كل واحد ياخد معلقة اللبنة بتاعته وايه واسموه كده بقى بالنص، حاجة في منتهى الجمال. مش عارفة اقول لكم قد ايه مشبع جدا، مليان الياف ومليان فوائد. جربوه بقى وارجعوا اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. انا هخلص بقى احط اللبنه دلوقتي وهعيش الحياه. اتمنى ان شاء الله ان فيديو النهارده يكون عجبكم، واكتبوا لي برده في التعليقات تحت لو عايزين انواع دقيق تانية ننوع فيها برده. ان شاء الله الفتره الجايه نبقى نستعمل كل انواع الدقيق اللي انتم ممكن تكتبوها لي. اشوفكم ان شاء الله على خير، فيديو تاني ومع السلامه.